من عمان تنضم إلينا دمى الكردي مراسلة الغد. دمى، نبدأ بما أشارت إليه الحكومة الأردنية وألمحت إليه ربما بإعادة الحظر مرة أخرى. ما الذي حدث في الأيام الأخيرة من خلال رصدك للحركة العامة في الشارع الأردني وجعل الإصابات حتى وإن كانت 10 ربما في عرف البعض ليست أعداد كبيرة، لكن الحكومة الأردنية تحذر من ذلك الأمر؟ بالفعل ياسر، لأن الحكومة الأردنية كانت قد قسمت المراحل التي يمر فيها الوضع الوبائي بخمس مراحل، تبدأ من المراحل المنخفضة الخطورة إلى شديدة الخطورة. نحن في المرحلة المعتدلة الخطورة، إذا ما وصلنا إلى متوسط الخطورة وهي تسجيل ما بين 10 إلى 20 إصابة يوميا محلية، بالإضافة إلى أو 1 إلى 2% من الفحوصات العشوائية، هذا يعني بأنه انتقلنا من المرحلة المتوسطة إلى المعتدلة، والأمر الذي سيدفع الحكومة إلى فرض حظر تجول شامل في نهاية الأسبوع وتقليل ساعات الخروج من المنازل. على الرغم من أن قد تبدو هذه الإصابات قليلة، ولكن إذا ما قورنت بالأرقام التي سجلها الأردن إلى اليوم فهي كبيرة. الأردن لأكثر من 10 أيام لم يسجل إصابات محلية، ولكن مع فتح القطاعات واطمئنان المواطنين إلى محاصرة الوباء عاد الأردنيون إلى بعض العادات أو عدم الالتزام بالإجراءات التي فرضتها الحكومة. لذا كان هناك تصريح صباحا لوزير الدولة لشؤون الإعلام بأنه قد يعيد تفعيل أمر الدفاع رقم 11 والقاضي بفرض الغرامات على من لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية والمتمثلة بارتداء الكمامة والقفازات. دمى، ما هي المعايير التي وضعتها لجنة الأوبئة في التعامل مع العائدين، خصوصا أننا نتحدث عن مئات الأردنيين العائدين من دول مختلفة، من سوريا، من لبنان ومن السعودية عبر الحدود البرية؟ هل العزل المنزلي هو العنوان الأهم أم أنه هناك إجراءات أخرى؟ بداية، لن يكون هناك سماح للمواطنين بالعودة بمركباتهم الخاصة، المركبات سيتم شحنها، بينما المواطنون تكفلت وزارة الخارجية بنقلهم من الدول التي يقيمون فيها إلى الحدود، وبالتالي سيتم نقلهم من الحدود فورا إلى فنادق الحجر الصحي. لن يسمح لهم بالعزل المنزلي، بداية سيكون هناك حجر صحي لمدة 14 يوما في الفنادق أو الشقق الفندقية للأسر، وبعدها سيتم توقيعهم على تعهد بحجر منزلي لمدة 14 يوما، بالإضافة إلى التأكيد على الالتزام بالتباعد على الحدود، نقلهم من خلال حافلات وهي نسبة إشغال 50%. لجنة الأوبئة أوصت بضرورة إتمام عملية دخولهم حتى لا يكون هناك تكدس على الحدود، وهذا ما قد تحدثه المركبات الخاصة، ومن هنا كان منعهم بحضورهم بالمركبات الخاصة. سيتم إحضار 1550 خلال هذه المرحلة من أصل 3000 سجلوا على المنصة. هناك التزام واضح بالتباعد على الحدود، بالإضافة إلى أيضا الحجر. لن يتم السماح لهم بالدخول ما لم يتم حجز الفنادق مقدمة للحجر أو العزل الصحي وبعدها الحجر المنزلي. ياسر، من العاصمة الأردنية عمان، دمى الكردي مراسلة الغد، شكرا لك.